يا سعادة الرئيس، الشاهد ده هو اللي عالج جرح أحمد شكري من حوالي 9 سنين. تقرير إدارة السجون بيقول إن إصابة السجين الهارب تمت من حوالي 5 شهور بس. طيب نسأله مباشرة عن الواقع. أنا كنت كفيل في العزبة سعادة الباشا، وأنا اللي ندهت عم فرج وقت ما حصلت الحادثة لأحمد بيه، عشان يومتها ما لقيتش حد في الوحدة الصحية. طيب اسأله، هل هو عالج صباع أحمد شكري بعد الإصابة؟ قول لي الباشا يا فرج، مش أنت اللي عالجت صباع أحمد بيه شكري لما انجلع؟ ايوه يا باشا، أنا اللي كويله الجرح يا باشا. إمتى حصل ده بالتحديد؟ بإيه يا باشا؟ إمتى حصل ده بالظبط؟ إمتى حصل ده بالظبط؟ إيه يا باي وبيزعق كده ليه؟ هو أنا أطرش يعني؟ ولا كنت يعني أطرش؟ الحكاية دي يا سعادة الباشا حكاية قديمة. البندقية كانت طيرت طرف صباعه، قمت أنا رحت كاوي الجرح ورحت رابط على صباعه قبل ما دمه يصفى. أياميها أنا بقى كنت سعادتك إيه؟ مفيش حد. خلاص كفاية كده يعني. خلاص يا فالك، أظن مفيش داعي للاستمرار في سماع شهادته. لو سمحت يا سعادة الرئيس، أنا عاوز أناقش الشاهد. أتناقش في إيه؟ عاوز أتأكد إذا كان يعرف أحمد شكري على سبيل اليقين. أيوة يا أستاذ، ما هو رد على السؤال ده بالإجابة. معلش يا سعادة الرئيس، زيادة تأكيد. اتفضل. يا عم فرج، بص حواليك في قاعة الجلسة وشاور لنا على السيد أحمد شكري. شاور على أحمد بيه شكري. شاور عليه يعني؟ أيوة شاور عليه. طيب. مش موجود يا بيه. البيه اهو. مش موجود يا بيه. الشاهد كما يبدو لا يجد هنا من يدعى احمد شكري. يا سيادة الرئيس، هذه مغالطة من الدفاع. ضعف بصر الشاهد لا يعني انه لا يعرف احمد شكري، ولكن لا يستطيع رؤية مكانه. المدعي قرب من الشاهد. يا فرج، مين اللي واقف جنبك ده؟ أنا مين يا عم فرج؟ نعم؟ أنا مين يا عم فرج؟ أحمد بيه؟ إيش حالك يا أحمد بيه؟ أعرفه من صوته. ربنا على الظالم، منصور، منصور عليهم بإذن الله. مدوق. سيد الرئيس، رغم اقتناعي التام بأن اللي حصل دلوقتي ما هو إلا جزء من تمثيلية أدوارها مرسومة، ورغم المطاعن على شهادة هذين الشاهدين، إلا أنني أرجو من عدالة المحكمة أن تسمح لي بتجربة بسيطة عملية. اتفضل. فرج. نعم. شايف الايد اللي قدامك دي؟ ايه يا امه، شايفها كويس؟ ايوه شايفها كويس. شايف الصباع ده؟ ايه ده فيه كويس اهو. هو ده صباع السيد احمد شكري اللي انت عالجته؟ هو صباع. اكتفي بهذا. سيد الرئيس، لن يغيب عن عدالة المحكمة أن الدفاع عن المتهمين قد استغل ضعف بصر الشاهد في استعراض مسرحي كان بطله الإيحاء والالتواء. خلي التفسيرات دي للمرافعة يا أستاذ، المحكمة هتراعي ظروف كل شيء. الشهود ينصرفوا، في شهود تانيين للادعاء؟ أيوة سعادة الرئيس، أرجو استدعاء الدكتور حسني شرف الدين. طيب ربع ساعة استراحة وبعدين نسمعه. تحت أمرك يا فندم.
ترفع جلسة الاستراحة. محكمة! يا ساتر استر يا رب. في ايه يا حبيبتي؟ مش عارفة يا ماما، الفازة دي كنت ماسكاها في ايدي وقعت مني فجأة من غير ما احس. فداك يا حبيبتي ولا يهمك. انا اتضايقت قوي يا ماما، احسن يكون احمد ده. لا يا حبيبتي، احمد بخير وهيطلع بالسلامه من القضيه ان شاء الله، خليكي مؤمنه ونعمه بالله. بس اللي انا مستغربه له، ازاي يكون في مسكون شبه احمد تمام وصباعه مقطوع برضه؟ هي عجيبه صحيح، لكن مش بعيد يا بنتي زي جوزك ما قال ان يكون مزقوق عليه من حد من اعدائه وعور صباعه زي جوزك بالظبط. طب ليه بس؟ هم عايزين من احمد ايه؟ انا عارفه يا بنتي. طب هو فين المسجون ده؟ ليه ما ظهرش؟ عشان يبان ان هو حاجه واحمد حاجه تانية. سبحان الله، ويمكن ما فيش مسجون بالشكل ده خالص، ولا يكون كان فيه واختفى ولا مات. على كل حال الحق لازم يظهر ويبان مهما طال عليه الزمان. بس ده طال قوي يا ماما، طال قوي. دكتور حسني شرف الدين، 41 سنة، طبيب. قول والله العظيم أشهد بالحق. والله العظيم أشهد بالحق. جاي تشهد بيه يا دكتور؟ أنا طبيب أسرة المهندس أحمد شكري من حوالي 10 سنين، واللي عرفه إن المهندس أحمد أصيب في صباعه بطلق ناري من بندقية صيد فيها خلل في جهاز الإطلاق، وإنه عولج وقتها بواسطة حلاق صحة من الريف. أحمد بيه طلبني الكشف على صباعه بعد ما رجع، لقيت إن جرح صباعه التأم عن طريق الكي. تقدر تحدد بالظبط يا دكتور متى استدعيت للكشف على الجرح؟ أظن من 8 أو 9 سنين. بلاش على سبيل الظن، حدد بقدر الإمكان. أنا كنت راجع وقتها من مؤتمر طبي في الخارج، وده كان في مايو سنة 80. سيادتك تعرف بالطبع السيد أحمد شكري؟ أيوة. هو اللي موجود معانا في القاعة هنا؟ أيوة هو بنفسه. المدعي يقترب من الشاهد. وريه له صباعك المصاب. يا دكتور حسني، هل ده نفس الصباع ونفس الإصابة اللي عرضت عليك في مايو سنة 80؟ أيوة يا فندم بالتأكيد. ارجع مكانك يا سيد أحمد. حد من حضرات السادة المحامين عنده أسئلة للشاهد؟ يا سيادة الرئيس. يا دكتور، بصفتك طبيب السيد أحمد شكري ضروري تعرفه كويس. أيوة طبعا. يعني ممكن على سبيل اليقين تقول لنا هل الصورة دي صورته؟ أيوة صورته. متأكد يا دكتور؟ بدون شك. ده فيها كويس، مش يمكن تكون صورة لواحد شبهه؟ ولو ان في بعض الاختلاف عنه في الصورة، انما لا، اكيد اكيد هي صورته. اذا تلقى المفاجأة دي يا دكتور. هذه الصورة التي اتشرف بتقديمها لعدالتكم هي صورة السجين الهارب عباس عبد المنعم الضمنهوري الشهير بالمفك، وهي منقولة من ملفات مباحث السجون. في شهود تانيين يا استاذ رحمي؟ ايوه يا فندم، المهندس حسن عبد الحميد رفعت. الباشمهندس احمد شكري يبقى جوز اختي، وانا بشتغل معاه في شركه الانشاءات الدوليه من مده طويله، واذا كان في حد في الدنيا دي كلها يعرفه فهو انا. هو اللي موجود معانا في الجلسه؟ 100%. ما رايك فيما نشر بجريده الخبر موضوع هذه الدعوه؟ كله زور وتلفيق. عندك أسئلة للشاهد؟ أيوة يا سعادة الرئيس. يا باشمهندس حسن، بصفتك صهر المدعي بالحق المدني طبعا لازم تبقى موضع أسراره العائلية. إلى حد ما طبعا. تقدر تشرح لي إيه الأسباب اللي خلت السيد أحمد شكري يسافر في ديسمبر الماضي لسويسرا دون اصطحاب السيدة حرمه؟ مفيش أسباب،
لكن هو سافر لأنه كان محتاج للعلاج والاستشفاء. يظهر أن سعادتك ما فهمتش سؤالي كويس. إيه الأسباب اللي خلت السيد أحمد شكري يسافر دون اصطحاب زوجته عن غير العادة؟ أولاً هو كان كتير بيسافر لوحده، ثم أنا مش فاهم قصد حضرتك إيه بالظبط. السؤال ده يا سيادة الرئيس المفروض ما يوجهش إلى الشاهد لأنه سيؤدي إلى إجابة افتراضية. أرجو من زميلي عدم المقاطعة، وأنا حبايل لسعادتك إيه الهدف من سؤالي؟ استمر يا أستاذ. يا باشمهندس حسن، ألم يكن السبب في عدم سفر السيدة شقيقتك إلى سويسرا مع زوجها هو بسبب خلاف وقع بينهما كاد يؤدي إلى الطلاق لولا تدخلك شخصيا؟ لا يا أستاذ مش كده، أنت تريد أن تضع الإجابة على لسان الشاهد. استنى يا أستاذ رحمي لو سمحت. يا أستاذ نافع، راعي من فضلك قواعد الاستجواب. أعدل السؤال يا فندم، ما تزعلش قوي يا أستاذ رحمي. ألم يكن سبب الخلاف العائلي بين المدعي وزوجته هو وجود شبهة علاقة بينه وبين سيدة أخرى؟ يا سيادة الرئيس ده إيه كلام الفارغ ده؟ واضح أن الأستاذ بحاول إثارة موكلي بأي شكل. من فضلك يا أستاذ رحمي سيبني أباشر حقوق الدفاع. من فضلكم هدوء هدوء. يا أخي الخلافات الزوجية ملهاش دعوة بموضوع الدعوة. هتشوف إن لها علاقة. إيه هدفك من السؤال ده يا أستاذ نافع؟ سيد الرئيس، إن الوقائع تتداعى في نفس الاتجاه. يحدث خلاف بين الزوج وزوجته، تطلب السيدة زوجته ألا تسافر معه ثم تطالب بالطلاق، يختفي الزوج في اليوم المحدد لسفره ثم يظهر فجأة بعد 3 شهور وقد أصيبت ذاكرته بضعف واضح. ده كلام فارغ وبره الموضوع. استنى يا أستاذ أحمد، عايز تقول إيه يا أستاذ نافع؟ مش أنا اللي بقول يا فندم، دي الوقائع هي اللي بتقول إن اختفاء أحمد شكري الحقيقي وظهور هذا الشبيه مكانه. ما تقلش أدبك. أرجو من عدالة المحكمة أن تحميني من هذا المدعي. أنا بقى اللي بطلب من عدالة المحكمة إنها تحميني من هذا التطاول المستمر. وبعدين معاك يا سيد أحمد، إذا ما التزمتش بالهدوء وعدم المقاطعة هضطر الإخراج برا القاعة. أنا آسف يا فندم. دفاع استمر. نحن يا سيد الرئيس مقدمون للمحاكمة على أساس أننا اتهمنا أحمد شكري الماثل هنا باعتباره مجنيا عليه وباعتباره مدعيا بالحق المدني بأنه مشتبه في أن يكون المجرم الهارب عباس عبد المنعم الضمنهوري الشهير بالمفك. فكيف لنا أن ندفع عنا هذه التهمة بغير تقديم الأدلة على صحة ما نشرناه عنه؟ يا أستاذ نافع، الدليل اللي أنت عايز تشير إليه استنتاجي. إن الاستنتاج أمر واجب يا فندم بالنسبة للقرينة اللي أنا عايز أطرحها على عدالتكم، ذلك أن الخلاف بين الزوجين قد يشير من ناحية أخرى إلى استنتاج وجود اتفاق جنائي بين الزوجة وشبيه الزوج. معقول التخريف ده؟ كيف تستنتج اتفاق معاقب عليه قانونا مع مجرد خلاف لم يثبت أنه وقع؟ لا لا ده كتير قوي. إذا ما رعيتوش النظام هضطر لرفع الجلسة. وبعدين بقى سعادتك سامع الإساءة؟ من فضلك أنت وهو، المحكمة يمكنها أن تقدر قيمة القرائن. وأنت يا أستاذ نافع لو سمحت التزم بالوقائع وما فيش داعي للاستنتاجات. وهو كذلك. ده عدد يا فندم من مجلة الحقائق صادر في نوفمبر عام 1988، فيه خبر من بضعة أسطر أرجو من عدالتكم السماح لي بتلاوتها. وقع خلاف حاد بين مهندس ومقاول شهير وبين زوجته بعد زواج دام 9 سنوات بسبب غيرة الزوجة من علاقته بامرأة أخرى، وكاد الأمر يؤدي إلى الطلاق لولا تدخل صهر الزوج، وتم الاتفاق على الهدنة بين الزوجين. أتشرف بتقديم هذه المجلة كمستند في الدعوة. أرجو استبعاد هذا المستند على أساس أن القانون لا يأخذ بما ينشر في الصحف على سبيل الإثبات، خصوصا أن الأسماء مجهلة. يا أستاذ رحمي،
إن أساس هذه القضية هي ما نشر في صحيفة المتهمين، فكيف نفرق بين ما ينشر هنا وما ينشر هناك؟ أرجوك بلاش مغالطة يا أستاذ، الفرق إن اللي أنتوا نشرتوه يترتب عليه جريمة قذف وتشهير. يا أساتذة من فضلكم، كل ده مجال المرافعة، وللمحكمة أن تقدر إذا كان هذا المستند يمكن اعتباره قرينة أو لا. في أسئلة تانية للشاهد؟ أيوة يا فندم، أنا لسه ما انتهتش منه. يا باشمهندس حسن، ألا يجوز أن يكون الشخص الموجود هنا في إيهاب المهندس أحمد شكري هو شخص آخر يشبهه إلى حد كبير؟ لا طبعا، وإلا كنت أقدر أقول لسيادتك إني شفت واحد نشال شبهك بالظبط. راعي ألفاظك من فضلك. إذا كان قصدك يا أخ حسن إنك أنت تسير غضبي بإجابتك، فاعلم أني سعيد جدا بيها. جايز أكون فعلا شبه النشال اللي أنت تعرفه، وهذا يؤكد أن الشبه بين أحمد شكري والمجرم الهارب أمر قائم ولا خلاف عليه. محامي واعر صحيح. سؤال أخير يا باشمهندس. اتفضل. هل منحك المدعي اللي هو جوز شقيقتك أنت وزوجته 4000 سهم قيمتهم الإسمية 4 مليون جنيه؟ أيوة. ألم تكن هذه الهدية بدون مقابل؟ وماله؟ هي مراته وأنا نسيبه ودراعه اليمين في الشركة. أرجو أن ساعدتك ترد بأيوة ولا لا. كانت هدية؟ أيوة. وقد تم صفقة تلك الهدية منذ أسبوعين. أيوة ولا لا؟ أيوة. أكتفي بهذا. الشاهد يتفضل. استضاحا لهذه النقطة، أرجو استدعاء الأستاذ أحمد شكري للشهادة مرة أخرى. رايحة فين يا هناء؟ الجلسة لسه شغالة يا ماما، والساعة بقت 2:30. مش عارفك إنها لسه شغالة؟ لأن لا حسن ولا أحمد كلموني. يا الله أعلم، يمكن مشغولين ولا حاجة. لا، قلبي مش مطمن يا ماما، عاوزة أروح لهم المحكمة. محكمة؟ محكمة إيه اللي تروحيها؟ وأنت تستحملي يا بنتي؟ أمال بس هفضل قاعدة هنا أقول يا رب إيه اللي حصل، يا رب إيه اللي جرى؟ بإذن الله خير، إن شاء الله خير، بس اطمني أنت يا حبيبتي وهدي أعصابك. أمال هو أشرف فين؟ بيلعب يا حبيبتي في الجنينة مع نعيمة. بس أنا يا ماما مفروسة قوي من البنت الصحفية اللي اسمها شيرين دي. شيرين دي من أهل الله. أكيد دي كانت عايزة تاخد فلوس من أحمد وهو رافض. وليه ما تقوليش بقى إنها خدت فلوس من الغرياني؟ إيه؟ يا فندم، بعد ما انتهينا من تشطيب إنشاءات المدينة السكنية الجديدة، حبيت أكافئ الراجل اللي كان شايل على كتافه مسؤولية التنفيذ، بصرف النظر عن إنه نسيبي، وده لأن هو فعلا الوحيد اللي ممكن يدير دفة الشغل في الشركة في غيابي. يعني اللي حصل ده ما كانش مكافأة ليه ولا حاجة، ده كان مجرد تصحيح وضع كان لازم يحصل من زمان. أما بالنسبة للسيدة زوجتي، فاللي عملته كان واجب عليا، كان علشان تأمين حياتها وحياة ابن الطفل، وبعدين باعتبارنا شريكتي في حياتي وابننا هو الوريث الشرعي ليا، فكان طبيعي جدا ان هما يكونوا شركة في مالي. وبعدين زي ما حضرتك تقول، يعني كأنها ايد بتفرغ في اختها. في حاجة تانية محتاجة توضيح؟ لا يا فندم. ثانية واحدة بعد إذن المحكمة. أيوة يا أستاذ. هو في سؤال واحد فاضل في النقطة دي عاوز فيه إجابة شافية. لماذا يا حضرة المدعي انتظرت 9 سنوات من زواجك لكي تمنح السيدة حرمك هذه الهدية السخية؟ وإيه يعني يا أستاذ نافع؟ إيه اللي يستفاد مما إذا كانت الهدية تقدمت ولا تأخرت؟ هو رد على السؤال ده وقال إن ده كان موضوع يجب تصحيحه من زمان. يا سعادة الرئيس، إن ملابسات الزمن لها مدلول. وإيه مدلولها بقى؟ إن هذه الهدية ربما تكون ثمناً مقابل السكوت. اخرس! أنت كل اللي عندك إنك بتقلب الوقائع. لا، ده كتير لا يحتمل. من فضلكم
أرجو أن يثبت في محضر الجلسة هذا السب العلني من المدعي في حقي. ما أنت يا أستاذ اللي بتقول كلام ملوش أي دليل. تؤجل القضية لجلسة الثلاثاء القادم لسماع باقي الشهود. رفعت الجلسة. محكمة! يا بنتي الايه؟ انت مواظب على حضور الجلسات كلها يا قشاط؟ طبعا يا مدمازيل، ده برضو مهما كان ابو زمل. طيب ما تنساش تبقى تعدي عليا في المكتب على 6:30، عايزاك ضروري. ده انا اللي عايزك ضروري، عن اذنك. التاكسي ده بسرعة بسرعة والله. دل على السلامة يا هانم. كنت فين لغاية دلوقتي؟ كنت في المحكمة. بتعملي ايه في المحكمة؟ بتسلى يا عمران. وكمان ما تنساش ان الرجل صاحب القضية دي انا شغالة في شركته وعايزة اعرف ايه حكايته. وانت مالك ومال حكايته؟ الله، مش كان جوزي؟ ايه؟ احمد شكري كان جوزك؟ انا ما اقصدش احمد شكري، انا قصدي على التاني اللي ربنا خلصني منه ومن شبكته. هو عباس ده بقى اللي بيقولوا ان هو هربان من السجن كان جوزك؟ ما انت عارف. وبعدين انت شفت حكم المحكمه اللي طلقتني منه قبل ما تتجوزني. ايوه بس ما كنتش اعرف ان هو ده عباس اللي كان جوزك. ايه، ما كنتش تعرف؟ ما انت ما قلتليش. ما هي الجرايد قالت اسم. قالت ولا ما قالتش؟ انت تروح المحكمه ليه؟ وحشك قوي يا استهانم، اشتقتي له وعايزه تشوفيه؟ بلاش الكلام ده يا عمران، انا قطعت ما بيني وبينه، الماضي نسيته خالص من يوم ما اتجوزنا. وبتروح المحكمه ليه يا زيزي؟ معرفش، يمكن حب استطلاع، يمكن خايفه لا يجيبوا سيرتي في القضيه. ثم ايه اللي بيضايقك من مروحي في المحكمه؟ عشان بتسيبي مسؤوليتك في البيت من الصبح للشغاله وترجعي اخر النهار، ولا كأن ليك راجل تهتم بيه وبلبسه وبأكله. الله، هو أنا يعني بروح المحكمة أعمل إيه؟ أهي مجرد تصلية برضه. شوف يا زيزي، من يوم ورايح ما تخرجيش بره الشقة دي إلا بإذني، مفهوم؟ أهلا وسهلا يا متر. أهلا بيك يا هاني. اتفضل. أحمد اتصل بالتليفون وبيعتذر عن التأخير، بس ان شاء الله قبل ما تشرب القهوه هيكون هو جه. وزي حضرتك دلوقتي، احمد بيه كان قلقان عليكي جدا. والله يا متر انا اللي قلقان عليه قوي. ما تخافيش، كل شيء باذن الله هيكون في مصلحتنا. هما بيعافروا صحيح، بس ده من حلاوه الروح. طب تفتكر يا متر، حكايه المسجون الهربان اللي صباعه مقطوع دي حكايه حقيقيه؟
ولا هم مدبرينها؟ أنا مندهش للمصادفة الغريبة دي. أنا اطلعت على تقرير مصلحة السجون ولقيته فعلا تقرير رسمي موقع عليه من طبيب السجن والمأمور ومصدق عليه من مصلحة السجون ووزارة الداخلية، يعني مش ممكن يكون مزور. طب ازاي؟ أنا هتجنن، مسجون هربان يطلع شبه أحمد جوزي بالظبط وكمان صباعه مقطوع زيه، تفسرها بإيه؟ هو أحمد بيه فكر في احتمال معقول، هو إن السجين الهربان ده بيحاول يتشابه معاه في كل شيء. طب ليه؟ التعليل الوحيد إنه عاوز ينتحل شخصية أحمد بيه. بس لازم يكون في سبب. يمكن عاوز يستولي على أموال أو ينصب على حد باعتبار إنه أحمد شكري. طب ده كلام معقول. لكن اللي مش معقول يا متر إنهم يتهموا أحمد جوزي إن هو المسجون الهربان ده. طبعا ده كلام تخريف حتى مع افتراض حسن النية. حسن النية؟ لا يا متر دول قصدينها. أنا بقول ده فرض جدلي. بالمناسبة صباح أحمد بيه اللي انجرح في العزبة حضرتك عارفة طبعا إمتى انجرح. لا أنا معرفش إمتى بالظبط. أنا من يوم ما اتجوزت أحمد وهو صباعه بالشكل ده، لكن لما سألته قال لي إن هو كان في العزبة وخرطوش البندقية بدل ما يضرب في الطير ضرب في صباعه. يا ريتك تيجي تشهدي في المحكمة. حاولت يا متر لكن هو رافض. انت مين بالظبط؟ فين احمد شكري وعباس المفاتيح؟ احنا عايزين نعرف فك ولا احمد شكري؟ احنا عايزين نعرف ايه في المحكمه اللي سكت عنها. ريحنا حضرتك ريحنا حضرتك. فين احمد شكري وعباس المفاتيح ولا احمد شكري؟ انت عايزين نعرف ولا مين بالظبط؟ هو مين بالظبط؟ هو احمد شكري ولا عباس المفاتيح؟ هو عايز نعرف هو مين بالظبط؟ هو عباس المفاتيح ولا احمد شكري؟ احنا كده تايهين صراحه. ايه ده؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مؤاخذه يا استاذ رحمي اتاخرت عليك شويه. ولا يهمك. ازيك يا انا؟ الحمد لله. ازيك انت يا احمد؟ انا زي البومب وان شاء الله التعبين دي كلها هتخش جحور تاني. تحب حضرتك تتفضل في المكتب؟ تحت امرك. اتفضل. انا عاوزك تهدى بس. اقعد عشان نعرف نفكر وندرس المطلوب منا بكره الصبح. هو صحيح فرجالنا جاي كحالها عماه؟ يا استاذ رحمي يا استاذ رحمي انا كنت هجيب شهود زور. ما هو فرج وعياش هم اللي حضروا حادثه صباعي. المهم احنا عاوزين شهود لهم وزن وموضع ثقه، وانت علاقتك باصحاب النفوس قويه ومتينه. ما تعتمدش على حد منهم يا استاذ. انا فعلا حاولت الاتصال بكتير منهم لكن كانوا بيتهربوا مني. للأسف الآن قلبت بعد ما كانوا بيطردوني ولحقوني بشكواهم ومشاكلهم. دلوقتي بقوا يهربوا مني زي ما أكون مرض معدي خايفين يقرب منهم. أنا مش فاهم أنت ليه مش عاوز المدام تشهد في المحكمة. لا يا أستاذ رحمي لا لا لا، والأسباب كتير جدا. أولا وقفة المحكمة هتبقى صعبة عليها، خصوصا لو المحامي الرزل بتاعهم ده حاول يضايقها أو يحرجها. ثانيا مهما شهدت هيقولوا مراته، مش كفايه انهم بيحاولوا يتهموها بالتستر على مجرم اللي هو انا وبمنتهى الجرأه والوقاحه. كلامهم ده مش هيقنع المحكمه. يا استاذ رحمي لو في فعلا مجرم هربان شبهي بالظبط حتى في صباع المقطوع، طب فين هو؟ ما يدلونا عليه. هما بيقولوا انك انت السجين الهربان. هفترض جدلا ان انا السجين الهربان. ماشي، طب في الحاله دي يبقى فين احمد شكري؟ ما يدلونا عليه. يا أشاط أنت متأكد إن هي نفس الست اللي زارت عباس في السجن؟ يا أستاذة أنا مش ممكن أنسى وشي شفته قبل كده، واللي مخليني متأكد بقى إنها كانت بتحضر جميع الجلسات بتاعت المحكمة. كنت دايماً بشوفها قاعدة في وسط الناس لابسة نظارة سودة مخبية بيها نص وشها. طب أنت مش كنت حكيت لي على حكاية حادثة الشوكة اللي هو عور نفسه بيها في السجن؟ مالها الحادثة دي؟ ضروري سابت أثر. معرفش. طيب بص بقى، انا عايزاك تحكي لي كل حاجه عن حادثه الشوكه دي بالتفصيل. اتفضل. احنا كنا شغالين في المطبخ بتاع السجن، وفي يوم من الايام خدنا الزباله عشان نرميها ورا المطبخ. تعال. بقولك ايه، امسك الشوكه دي. ليه؟ دبها في كتفي.
هتبقى فين؟ تبقى في كتفي بقولك. يلا ليه؟ يلا قبل ما حد يشوفنا بسرعه. دب في كتفي. انت كنت انت عباس يا جدع. ما تبقاش جبان. تبقى في كتفي يا جدع. انت عايز توقعني في مصيبه؟ ده كنيله. ده انت جبان. بص حواليك. ايه اللي عملته في نفسك ده يا مجنون؟ اخلص لقطه على قدك. بقولك ايه، انت هتشهد معايا ان الكلب بتاع البيت مأمور عضني في كتفي وجري. ايه؟ كلب مين؟ ارمي الشوكه والحاجات دي. انا في قاعدة اهو واقفين بتعملوا ايه عندكم؟ يلا انتوا اهو بلاش شكاعه. يلا الحقني حب زويش. ايه في ايه؟ الحقني الكلب بتاع حضرة المأمور عضني في كتفي. كلب حضرة المأمور؟ وايه اللي جابه انه وحيد؟ ده بيت حضرة المأمور الناحية التانية والكلب دايما مربوط. اسأل عليه وحتى قدامك اهو شافه. في ايه عليه؟ انا شفته هو بيعضه في كتفه وجري قدام عينيا يا شويش. يا سلام. طب روح انت عليه وعلى المطبخ حتى شوف اسنان الكلب معلقة في كتفه. شايف اهو. تعال انت بقى اوديك العيادة اللي هتربيه للخفيف. يلا يا اخويا. ده انت طلعت بلوة مسيحة يا جدع. تعور نفسك بايدك وبعد كده ترمي بلاك على كلب المأمور؟ ما هو يا بني ادم انا بالطريقة دي ضربت ثلاث عصافير بحجر واحد. ازاي بقى؟ فهمهمني. عصفور عصفور. اول عصفوره ان انا هقدر اخرج من السجن كل يوم عشان اروح مستشفى الكلب اخد 21 حقنه يوم بعد يوم. بلاش كل يوم. طب وانت هتستفاد ايه؟ فسحه تغيير مناظر. ومن ناحيه تانيه مين عارف، مش يمكن الاقي طريقه اعرف افك بيها في السكه. طب والعصفوره التانيه ايه؟ العصفورة التانية بقى ان انا خليت البيه المأمور يجاملني ويسيسني. ازاي؟ زي ايه؟ هو انا لو قلت ان كلب البيه المأمور هو اللي عضني لازم ياخدوه يحطوه تحت المراقبة وقليل ما اعدموه. المأمور؟ الكلب يا بني ادم. مأمور ايه؟ ما هو ده لازم يتعمل محضر في النيابة. فالمحضر بقى يتعرض يجرجروه والنيابة تسأله. الكلب؟ الكلب؟ النيابة هتسأل الكلب؟ المأمور يا بني ادم المأمور. وبعدين لو تعرف ان مامور السجن مربي كلب سهران جوه السجن هتبقى فيها مسؤوليه. يا ابني ليه؟ المامور كلها؟ كلها الا كلها. ده انبسط كمان. وانا ما رحت النيابه قلت اللي عضني كلب بلدي سهران عضني وهرب تاني. فالمامور استجدعني فيها قوي 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 قوي. طبعا اخرب بيتك. طبعا المأمور شالها لك جميله. شالها لك جميله وبس. انت عارف طلب مني اروح اشتغل في جنينه بيته لما عرف ان انا معايا دبلوم زراعه. يا ابن الايه ده انت ابليس جنبك ابليس. واحنا بنلعب يلا. تالت ايه؟ تالت عصفوره. مش قلت لك تالت عصافير؟ يبقى تالت عصفوره. تالت عصفوره. تالت عصفورة دي بقى في الغالب هيبقى لها بعدين عوزة. جوزة؟ موزة. موزة ايه وجوزة ايه؟ بقول لك يا بني ادم في الغالب هيبقى لها بعدين عوزة. ده كل اللي انا سمعته منه. وهو قال لك لها عوزة بعدين؟ بس انا مش عارف هو كان يقصد ايه. معلش انا عرفت. هي البصمات اللي هتحسم القضية. أنا إذا طلبت ده من المحكمة أبقى بدين الجريدة وبدينكوا في حالة اختلاف البصمات، وده شيء وارد. طب إيه رأيكم نجيب خبير بصمات يرفع بصمات أحمد شكري من أي حاجة يكون بيستعملها في مكتبه أو عربيته؟ إزاي؟ خلصة يعني؟ هي صعب، لكن ليه لأ؟ أنا ما انصحش بكده في الوقت ده، وعلى العموم سبولي تقدير الموقف، أنا هبقى أطلبه رسمي في الوقت المناسب. في شهود تانيين للمدعي؟ لا يا سيادة الرئيس، ولكننا نتحفظ. أنا يا حضرة القاضي. إذا كان في حد له حق الشهادة في القضية دي فهو أنا حرم أحمد شكري. في حد من حضرات المحامين عنده مانع في الاستماع لشهادتها؟ بالعكس يا سيادة الرئيس، الدفاع يرحب بشهادتنا. لا يا فندم، انا قلت مش عايز تصوير في الجلسه. اتفضلوا اقعدوا على مكانكم ولا اطلعكم بره القاعه. اللي مش هيلتزم الهدوء هامر بحبسه فورا.
اسمك من فضلك. هناء عبد الحميد رفعت. حرم احمد شكري. قولي والله العظيم اشهد بالحق. والله العظيم اشهد بالحق. تشهدي بايه؟ اشهد بان القلوب اسودت والنفوس اتسممت. اشهد بان القيمه ضاعت والرحمه غابت. يا سعاده الرئيس، ما لم تلتزم الشاهده بوقائع محدده. استنى يا استاذ، من فضلك اقتصري في كلامك بما يفيد الدعوه، يعني عايزين وقائع محدده. يا ناس انا مجني عليا، انا صحيح ما فهمش في القانون، لكن كل الناس تعرف ان القانون هو العدل. العدل مش بس في المحكمه، العدل مطلوب في قلوب الناس، العدل مطلوب على طرف اللسان اللي بيتكلم، على سن القلم اللي بيكتب. العدل هو الضمير اللي مستخبي فينا، العدل هو المحاسب اللي جوانا، العدل هو الحب والحق، العدل هو أمان الأخ لأخوه والصديق لصديق. دي محاضرة مش شهادة يا سعادة الرئيس. فين الوفاء وانتوا عايزين تهدموا الراجل اللي بيبني بيوتكم؟ فين العدل وانتوا عايزين تخنقوا صوتي؟ انا الوحيدة اللي من حقي اقول اذا كان الراجل ده هو احمد شكري ولا لا، قدام المحكمة وقدام الناس دي كلها. بقول لكم هو ده جوزي انا، احمد شكري اللي انا اعرفه. بقول لكم هو ده جوزي وابو ابني، هو ده احمد شكري جوزي، هو ده احمد شكري جوزي، احمد شكري جوزي. ارفع جلسة الاستراحة. يا سيادة القاضي، إذا سمحت هيئة المحكمة أنا عاوزة أشهد. أنت مين؟ أنا عزيزة مرزوق، شريكة وعضو مجلس إدارة في شركة الإنشاءات اللي يبقى رئيسها المهندس أحمد شكري، ومتطوعة بالشهادة طبعا إذا سمحت هيئة المحكمة. هتشهدي بإيه؟ بإني أعرف المهندس أحمد شكري من سنين، وفي بيننا وبين بعض تعامل خاص بالشركة. حضرات المحامين يحبوا يسمعوا الشهادة؟ احنا من جهتنا يا فندم اكتفينا بسماع شهود الإثبات اللي سمعتهم عدالة المحكمة، لكن إذا رأيتم الاستماع إليها فما عندناش مانع. يا سيادة الرئيس، الواضح أن المدعي بالحق المدني بيحاول أن يقدم شهودا عفويين، لا نعرف متى ولا كيف يتقدمون للشهادة، وإنما يقدمهم على أساس أنهم متبرعون بالشهادة. يا أخي احنا مش عايزين نسمع شهادتها، أنت زعلان ليه؟ طب وفيها إيه لما تبرع بالشهادة؟ اللي يعرف الحق ويسكت عنه شيطان أخرس. ورغم الخلافات اللي بيننا وبين بعض في الشغل، ده لا يمنع أبداً إني أشهد بكلمة الحق اللي ترضي ربنا. قررت المحكمة سماع الشهادة. هدوء في الجلسة. قولي والله العظيم أشهد بالحق. والله العظيم أشهد بالحق. تشهدي بإيه؟ أنا أعرف المهندس أحمد شكري من أكتر من 10 سنين، ومن يوم ما عرفته وطرف صباعه مقطوع. هو اللي موجود معانا في الجلسة دلوقتي؟ طبعا هو. أنا ممكن أشك في نفسي، لكن ما أقدرش أشك لحظة واحدة إن ده أحمد شكري. وإيه اللي مخليكي متأكدة يعني؟ إحنا بنشتغل مع بعض في شركة واحدة وبنشوف بعض كل يوم، ولو في أي شك في حقيقته، هو كان جايب لي هدية بمناسبة دخولي مجلس الإدارة من 10 سنين. الهدية دي في الظرف ده. اتفضل يا فندم. لو هو أحمد شكري هيعرف إيه أوصافها؟ نظرا لأن الدعوة تتعلق بالشك المثار حول شخصية المدعي، قررت المحكمة إعادة سؤاله. يا سيد أحمد. أيوة فندم. اتفضل هنا. إيه أوصافها؟ ده كان
خاتم سوليتير. هل تتذكر الكتابة المدموغة جوه الخاتم؟ أكيد متذكر، بس أنا كنت أفضل إن الموضوع ده لا يطرح أمام المحكمة. زي ما تحب، من حقك ما تجاوبش على السؤال. لا أبدا، أنا ما عنديش مانع، وطالما مدام عزيزة أرادت إنها تعيد الماضي فأنا مستعد أحكي الحكاية. الخاتم ده يا فندم أنا كنت قدمته هدية لمدام عزيزة بمناسبة اتفاقنا على الجواز، وبعدين ما حصلش نصيب فهي أرادت ترجعه لي. طلبت منها الاحتفاظ بيه كهدية بمناسبة تعيينها في مجلس الإدارة. الخاتم مكتوب عليه أحمد وعزيزة والتاريخ. اتفضل. هدوء. الدفاع يحب يستوثق من القرينة دي؟ لا يا فندم، أنا لا أجد أي سبب للتحقق فيما إذا كانت تلك القرينة حقيقية أم مصطنعة، لأنه يمكن بالاتفاق مع الشاهدة في تدبير الأمر. أنا كل اللي يهمني إن أنا أتمكن من استجواب الشاهدة. تفضل. مدام عزيزة. أفندم. حضرتك قلتي إن لك علاقات عمل بالسيد المدعي وتعرفيه كويس. أيوه. طيب هل الصورة دي صورته؟ طبعا صورته، وما كانتش صورته تبقى صورة واحد يشبه له قوي، وممكن يبقى السجين الهربان اللي بتقوله عليه ده. طب سؤال، إذا كان السيد أحمد شكري يشبه المسجون الهارب للدرجة دي وعقل صباعه مقطوعة بنفس الشكل ونفس المواصفات، فهل يمكن أن نخطئ شخص أحمد شكري ونعتقد أنه سجين الهارب؟ والله إذا كان الشبه بينهم قوي بالشكل ده ممكن الخطأ. عظيم، وبالتالي ممكن نغلط في شخص المسجون الهربان ونفتكره أحمد شكري، ولا إيه؟ حضرتك ما ردتيش علي. هو ممكن طبعا. إذن إزاي حضرتك تأكدي أن المدعي الموجود هنا هو أحمد شكري؟ أنا أصلي ما شفتش اللي شبهه عشان أعرف أفرق بينهم. لا ده مش سؤال، ده تأنيب. الدفاع بحاول يفرض على الشاهدة إجابة مضادة. يا سيدي ما تزعلش، الشاهدة أقرت بأن خطأ التعرف على المدعي ممكن. لا أنت أسئلتك حقيقية يا أساتذة راعوا الإجراءات، خلي أسئلتك مباشرة يا أستاذ نافع. حاضر يا فندم، نعدل السؤال. مدام عزيزة. أفندم. بعد ما عرضت عليكي صورة المجرم الهارب عباس، هل ممكن ان حضرتك تأكدنا ان اللي موجود هنا معانا هو السيد احمد شكري ومش عباس؟ ايوه. وايه اللي يخلي حضرتك متأكدة قوي كده؟ احساسي. طيب حضرتك زي ما قلتي انك من يوم ما عرفتي السيد احمد شكري من 10 سنين بالتحديد وهو في صباعه نفس الإصابة. أيوه. طب إيه رأي حضرتك إن السيد أحمد شكري وكل الشهود أقروا إن الإصابة اللي في صباعه من 9 سنوات ومش من 10 سنين زي ما حضرتك قلتي؟ غلطت في سنة يعني؟ سؤال أخير. أفندم. هل السيد أحمد شكري قدم لك خاتم سوليتير بمناسبة خطوبة وزواج لم يتم؟ أيوه. هل كانت حكاية الخطوبة والجواز سر ما حدش عرفه من وقتها للآن؟ طبعاً كان معروف أياميها. إذن من الممكن إن عباس يكون عرفه؟ عباس؟ ده سؤال إيحائي يقوم على الاستنتاج. يا أستاذ نافع حدد السؤال وبلاش افتراضات. وهو كذلك، أنا يكفيني أن موضوع الخطوبة والخاتم لم يكن سراً موقوفاً على المدعي والشاهدة حتى يصبح في مقام القرينة، وده مع احتفاظي بالطعن في حجة الخاتم والكتابة اللي عليه كقرينة يستدل بها على شخص المدعي.
محامي المدعي تحب تستجوب الشهادة؟ لا يا فندم، يكفيني الآن طرح الدعوة على حضراتكم. الشهادة تفضل. الدفاع عن المدعي. سيد الرئيس، لا أعتقد أن ثمة قضية قذف وتشهير استهدفت تحقير إنسان له ما نعرفه من السمعة الحسنة والمركز المرموق والخدمات الجليلة التي قدمها لوطنه ومواطنيه مثل هذه القضية. لقد وجه المتهمان إلى موكلي أبشع التهم، وصموه بأنه سجين هارب، بل أوحوا إلى الرأي العام بأنه ربما يكون قاتلا. تهم خطيرة لو حدثت لاستوجبت أشد العقاب، واستغلوا حرية الصحافة أسوأ استغلال، فاستباحوا حرية الرجل وشرفه وبيته تحقيقا لأحقاد في نفوس أعدائه ومنافسيه. وأمام عدالتكم نسخة من جريدة الخبر وفيها الدليل الدامغ على هذا الادعاء الظالم. هذه الجريدة التي يمثلها المتهم الأول وسودت سطورها المتهمة الثانية. وبناء على ما تقدم، التمس من عدالة المحكمة الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الدعوة. النيابة. سيدي الرئيس، إن النيابة العامة التي أتشرف بتمثيلها أمامكم في هذه الساحة ساحة العدل والقانون، والتي تقوم على رعاية حق المجتمع ضد استغلال مراكز القوى والعبث بالحريات الشخصية، تجد لزاما عليها أن ترفع سيف القانون في وجه من نصبوا أنفسهم قضاة في غير ساحة العدالة. كان أولى بالمتهمين بوصفهما مسؤولين عما نشر في جريدة الخبر أن يدفع بما لديهما من وقائع مدعمة بالأدلة كما يدعيان إلى دوائر الشرطة أو النيابة للتحقيق فيها، بدلا من السبق بنشرها على الصفحة الأولى من الجريدة الواسعة الانتشار، فيحيطان شخص المجني عليه بشبهة الإجرام ويفسدان بذلك أهم مبادئ القانون، والتي تنادي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. إن حرية الصحافة يا سيد الرئيس لا يجوز أن تجعل من نفسها سلطة القضاء أو سيفا مسلطا على رقاب الناس. لا لا لا، أرجوك، ده خروج عن موضوع الدعوة. اقعد يا أستاذ وبلاش مقاطع. يا فندم، سلطة الصحافة ليست موضوع محاكمة هنا. موضوع المحاكمة هنا هو هل ما نشر صحيح ولا لا. خلي اعتراضاتك وتفسيراتك في دورك في المرافعة. هدوء في الجلسة. على عكس ما يقوله محامي الدفاع، إن هذه القضية يا سيد الرئيس هي نتيجة لإساءة فهم حرية الصحافة، وليطمئن سيادته فليس أحرص منا على حرية الصحافة، ولكن ليست هناك حرية مهما بلغت قداستها إلا ولها ضوابط، فالحرية الحقة هي أن تدافع عن حقوق الآخرين، وينبغي أن تكون الصحافة درعا يحمي لا سيفا يرهب. ولا أريد أن أطيل عليكم، فقد سبقني السيد محامي المدعي بالحق المدني إلى بيان الآثار المدمرة لقذف الجريدة في حق المجني عليه، ولكنني أضيف وبإيجاز شديد أن هذه القضية هي أخطر من مجرد دعوى قذف وتشهير، إنها تتجاوز ذلك إلى حد إحباط المثل العليا والمبادئ النبيلة التي تقوم عليها حرية النشر. وبناء على ذلك أؤيد الطلبات الواردة بعريضة الدعوة. الدفاع عن المتهمين، شهود النفي جاهزين؟ جاهزين يا سيادة الرئيس، ولكن قبل الاستماع إليهم أود أن أشير إلى أننا لم نقطع في المقال موضوع تهمة القذف بأن المدعي بالحق المدني هو المجرم الهارب عباس عبد المنعم على سبيل اليقين، ولكن هل يكون أحمد شكري هو نفسه السجين الهارب؟
واين احمد شكري الحقيقي؟ هل مات؟ قتل؟ هذه اسئله لا تحمل في طياتها قصدا جنائيا. انت هتترافع دلوقتي ولا تقدم شهودك؟ لا يا سياده الرئيس، انا عظم من ملاحظاتي ان نفي التهمه لا يقوم فقط على اقوال الشهود الذين سنقدمهم للادلاء باقوالهم هنا، وانما على نفي القصد الجنائي عن المتهمين اللذين لم يفعلا سوى القيام بواجبهما الصحفي في سبيل حمايه المجتمع. طيب ما تخلي ده للمرافعه. حاضر يا فندم. نادي على الشاهد الاول. الشاهد الاول هو نفسه السيد المدعي بالحق المدني. انت هتعتبر المجني عليه شاهد نفي عن المتهمين؟ ايوه يا فندم. المدعي اتفضل هنا. طبعا للشاهد الحريه في ان يتقدم للشهاده او لا يا استاذ نافع. انا ما اعتقدش ان السيد المدعي هيمتنع عن مساعده العداله للوصول للحقيقه. بالعكس انا تحت امر العداله. اتفضل يا حضره الشاهد. هل لديك اثر جرح في الكتف الايسر عند اعلى الظهر؟ نعم. اكرر السؤال تاني، هل لديك اثر جرح في الكتف الايسر اعلى الظهر بما يشبه عضة الكلب؟ ايوه انا فعلا عندي جرح في كتفي. هل هي عضة كلب؟ بالطبع عضة كلب. اذا وبلا اي تعليق اتقدم بهذه الصورة الرسمية لتقرير مستشفى السجن ان تلك الاصابة بما لا يقبل الشك قد حدثت داخل السجن للمجرم الهارب عباس المفتك.